اهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع. اليوم بدنا نحكي عن شغله مهمه جدا، القادم الجديد دائما بفكر شو اسوي لابنائي. في شغله مهمه واكتيفيتي رائع جدا ممكن تسووه لابنائكم اسمه الكاديت. الكاديت هو عباره عن تدريب عسكري للاطفال، بيبدا من سن 12 ل 18 سنه. احكي لكم عنه بالتفصيل الان وارجيكم الموقع تبعه الرسمي. مجاني والاطفال بنبسطوا فيه كثير لانه في انضباط، بس يخلص الولد طبعا خلال العطل الشتويه والصيفيه بخدوهم رحلات، وبس يخلص الولد بيقدر يدخل الكليه العسكريه في كينغستون. اعتقد انه بتكون فري من اي رسوم، وبدرس عسكري وبدخل بعديها بالجيش، وهذا طبعا الهدف تبعهم. لكن مش مجبر، هو هذه بتعطيك كريدت كثير لانه فيها كثير فولنتير وفيها شغلات كثير. خليكم معي وحشرح لكم كل الموضوع بالتفصيل. طبعا زي ما انتم شايفين هذا الموقع الرسمي الحكومي للكاديت، كنيديان كاديت اورجانيزيشن. ممكن تدوروا عليه على الجوجل، رح تلاقوه سهل جدا. بدي اعملكم وارجيكم شو هو الكاديت. زي ما انتم شايفين من الصور، هاي الشغلات الاكتيفيتيز اللي بسووها الاطفال او الشغلات اللي ممكن يسووها خاصة في الصيف. الكاديت هو بنقسم لثلاث اقسام: الجنود الكاديت العسكري والكاديت البحري والطيران. طبعا هذا العمر، وبعطيك شو الاشياء المهمه اللي لازم يكون عايش في كندا، عمره من 12 ل 18 عشان يشترك. هاي كل الشروط اللي موجوده هون. طبعا تسجيل بكون في بشهر سبتمبر من كل سنه. طبعا زي ما انتم شايفين الهدف منها فن، انه الولد ينبسط ويغير جو، ينضبط، يتعلم الانضباط، يتعلم كيف يساعد الآخرين، كيف يسوي أصدقاء، نتوركينج، كيف يتعامل مع الآخرين. يعني أهدافها جميلة جدا وفيها فعلا انضباط. طبعا هاي الشغلات المهمة اللي بتعلموها. هم بيحكوا أكتر عن البرنامج، بديش بس أطور لكل فيديو أخليه قصير قد ما يكون. اللي مهتم ممكن يدخل، أو يدخل على يكتب كاديت ويكتب اسم المنطقة اللي هو ساكن فيها، وأكيد راح يلاقي معلومات أكثر. هذا طبعا الهيستوري كيف بدأت قصة الكاديت. هون في أسئلة ممكن بسألوها الناس عادة: كيف ينضم إمري للكاديت؟ شو يسوي؟ هل الملابس بتشتريها؟ لا، الملابس بعطوا إياها كلها مجاني وخلوه عندها، لأن عنده أو عندها عشان يستفيد منها. طبعا هون الميديكال كير كيف بيساعدوهم. طبعا كل الأمور موجودة بهذه الصفحة. خليكم الآن مع فيديو من التمرين تبع الكاديت. السلام عليكم.
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.